اهلا اهلا وسهلا بالنوامره ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ موراكم حبابكم؟ كيف العاده كنتمنى يا ربي هذا الفيديو هذا يلقاكم 5 5. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اللي عرفت راسي درت فيه الفالطه، تعطلت عليكم باش ندير لكم هذا الفيديو تلقفات نار، ولكن السبب معروف، ما يتجوجات هذا هما بيناتكم، لان هاد لي مانكاس كان عليا صعيب باش نلقاهم هنايا في كندا، فمؤخرا لقيتهم باش ان شاء الله نلبسهم زعما لقفات نار ويبان لكم موديلات كثر. وندوز ان شاء الله ما نطولش عليكم، غادي نجاوبكم بسرعه على بعض الاسئله. البنات باقيين كيسولوا على القفيطنات وجلي البنات وداكشي، علاش ما كنلقاهمش في الموقع؟ لانه الموقع حاليا باقي فيه غير فولارات الجليبات وقفيطنات. علاش؟ لان الكونتيتي عندي محدوده، فاش كنجيبو من المغرب كيكون داكشي على رؤوس الاصابع، كنجيبو من هنا ما شاء الله كيتباعوا من هنا، يعني حتى مثلا الموديلات وداكشي ما كنجيبش فيهم الوان بزاف ولا كميات اللي كبيره باش نحطهم في الموقع. بنات اوروبا اللي باقيين كيسولوني، شوفوا اي حاجه عجبتكم عندي بناتي في اوروبا كومونديوها من المغرب، اللي غادي نخلي لكم رقم الواتساب. انا هاد السلعه اللي كنجيب هنايا كنبيعها غير لبنات كندا، يعني كندا كامله وامريكا كامله، واللي فريزون كتكون بيان سور غراتويت. شنو عاوتاني السؤال الاخر واللي هو مثلا القفيطنات هادو اللي جبتي واش فيهم كميه كبيره؟ شوفوا تكون معك صريحه، اي موديل بالكم هنا فيه قطعه 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 وحده، وموديل واحد اللي عندي فيه تقريبا 6 القطع وفيه لوينات، هذا هو الوحيد راه غادي نبارطاجيه معكم. ابارسا هادو كلهم فيهم قطعه وحده، يعني كل وحده لمن كتبت هادشي اللي كاين. وبيان سور ان شاء الله الا كان عليهم طلب وعجبوكم راه غادي مازال ندخل لكم منهم. المهم دابا تشوفوا لي بعد هاد جوج موديلات هاد العروسات اللي حدايا غادي ما نطولش عليكم، ان شاء الله غادي ندوز مباشره نبدا نبارطاجي معكم الموديلات. فمهم كاين هاد القفيطين، هذا العشاق اللون ديال البوردو في القفيطنات. المهم هذه موبرا، اش غادي نقول لكم؟ ما هي ثقيله ما هي خفيفه. المهم غادي نوريكم بزاف الانواع الموبرات اللي خادمه فيهم القفيطنات. كاين المهم هذا كما تشوفوا كيجي كله هكا، فيها الطريزات هذه وكله هكا منبت، وفيه حتى هو هكا الكميمات كيجيو منبتين، وفيه الظهر حتى هو كتجي فيه هكا واحد الطريزه هنايا خفيفه في الظهر ديالو، خصوصا ملي كيتحزم كيبان غزال. والتحت كما تشوفوا هكا كيجي، بلاتي نهزو لكم باش يبان لكم اكثر، كيجي هكا كله هابط بهاد السلسه هذه تاع الطرز، وكيجي فيه هنايا في الجلال ديالو هنايا طريزه وهنايا طريزه. هذا عرفتي فاش كيتلبس كيبان رائع رائع وانيق. المهم هذا كما قلت لكم العشاق، هذا مثلا يجي مع الاكس اس والاس والان الان محال واش يجي قدهم. وغادي نمشيو دابا ان شاء الله ننتقلوا للعشاق الابيض هذا مثلا يجي شي خطوبه في شي عرس، وباش ضروري تكوني انت اللي مخطوبه ولا عروسه، هذا تقدري مثلا تلبسيه اي وحده. انا شخصيا نحماق نحضر مثلا شي قفطان هكا ابيض كيبان انيق. مثلا هاد المبره هادي كتسمى مبره المرايه، غادي يبان لكم عندها بزاف الوجوه، ها نتوما كي كتبان لكم بحال اللي كتبارك هكا. المهم هذا قفيطين حتى هو هكا اللي سامبل، هذا حتى هو يمشي على لي طاي اللي صغار شويه، ماشي ال وصحاب الاكس ال وداكشي في الغالب ما غاديش يصلح ليهم. غادي تشوفوا هكا هذا جا سامبل، ها نتوما كله 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 هابط جا حتى لتحت في الجلال ديالو، جات فيه هذيك الطريزه بحال هكاك. وهذا عاوتاني كيجي هكا بالحزيم ديالو مطروز نفس الطرزه. المهم ها نتوما كيجي هكا التحزيمه ديالو، كيجي غزال كيحمق، وتا مبرتو خفيفه هاد المبره هادي ديال المرايه. غادي نمشيو ان شاء الله نسافروا للنوار، النوار لوني المفضل. غادي نمشيو لهاد المبره هادي، هادي مبره شويه سخونه، ماشي ديك المبره البارده، ماشي بحال الاخر، ولكن هذا عاوتاني موديلو شي حاجه اللي طوح واعر. المهم ها نتوما اول حاجه شوفوا ليا كيفاش كتجي في ديك الطرزه هكاك في السطر، كتجي كلها هكاك ملبسه، وفي نفس الوقت الجديده ديالو حتى هي هكا كي كتجي. اللور كيجي كله في هذا العرش هكا هابط هكا، ولكن اوعر ما كيعجبني في هذا القفطان هذا وشنو هو؟ لا تريل لي لور، عرفتي هاد لا تريل ما تبان لكم الفصاله كتجي في هذيك الطرزه، ولكن هذا خاصكم تشوفوه ملبوس في المانكان كيجي بحال هكا واحد لا تريل لي واعره واعره بزاف. المهم هذا ان شاء الله انا غادي نلبسو، غادي نوريه لكم من الاحسن تشوفوه ملبوس، وغادي نسافروا لعشاق اللون الموف. الموف هذا عاوتاني واحد القفيطي اللي زوين، حتى هذا شويه الطاي ديالو صغيره، الاخر يمشي على لي طاي اللي كبار. المهم هذا سميتو هذا القفيطين هكا جاي حتى هو هكا في هذا العريش هكا، هذه عاوتاني كتسمى المبرات الميروار، تبان لكم كيفاش كتدور اللون ديالها، جي فيه هنايا حتى هو هكا، ونفس الشيء كاينه فيه هنايا واحد الطريزه هكا خفيفه في الظهر، ومن هنايا موديلو غزال. شوفوا كيفاش كتجي الطرزه فيه هنايا، شوفوا اللون كي كيبان تاع هاد المبرات الميروار كيولي غزال. شوفوا عرفتي دابا هذا ضرب فيه داك اللوان، تكوني ضاربه ليه الساك ديالو
الصندال ولا الصباط ديالو عاوتاني فهمتي تكوني مقاداني القفطان كيفاش كيطلع. صراحه القفيطنات انا شخصيا ما عنديش واحد اللون اللي مفضل فيهم، كيجيوني كلهم كيجيو واعرين. دابا غادي نخلينا من هادشي معلق نديكم لدوك جوج عروسات. غادي نبداو ان شاء الله بالعروسه اللي لابسه لنا القفيطه القصبي. هذا واحد القصبي اللي غزال غزال غزال، وشوفوا ليا كيفاش داير الموديل ديالو. هادي حتى هي المبره تاع الميغوار، كتجيب هكا داك الحزيم هكاك، وكتجي كله 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 هابط بهذيك الطريزه ومرشوش هنا بواحد الوريدات. هاد الوريدات هادو كيجيو هكا مرشوشين هنا في الجنب. المهم كيجي هذا هو الموديل ديالو، والظهر ديالو كله كيجي سامبل. وهاي الطرزه، مهم نقرب لكم باش تشوفوا هاد الطرزه هادي، كيجي هكاك منبت. هذا موديل ديالو رائع. هذا غادي يمشيو لهذا قفيطين حتى هو اللي زوين بزاف. هذا شوفوا لي على البلو كي داير. المهم هذا حتى هو فيه واحد ستيل اللي غزال. هذا كيجي كما تشوفوا كله هكاك منبت، كتجي فيه هنايا هاد السميطه هكا اللي شويه سامبل، على لانه شويه مشارجي في الطرز والتنبات ديالو. كيجي هكا عاوتاني كله نازل، شوفوا لي من هنايا كيفاش كيجي. والكتيفات كيجيو حتى هما هكا جايين بهذا الكابلاج هذا، وتا هو بهذا العيبات هكا في الكتاف، وكتجي فيه حتى اللور. غادي نوريكم كيفاش كيجي من اللور. المهم وهكا كيفاش كيجي الموديل ديالو في الظهر، كتجي ديك الرشمه كلها شاده داك الفوق كامل ديال الظهر. والكتيفات خلاص راه كيجي كيبقى باين فيهم هذاك ستيل هكاك ديال هذاك التنبات. تبدلت العروسات ديالي، بيني وبينكم هما اللي مفركسين في هذا الفيديو. وغادي ندوز ان شاء الله نشارك معكم هذا الموديل هذا الاولاني، واللي هو هذا تقريبا الموديل الوحيد اللي عندي كما قلت لكم فيه اللوينات، واللي مخدوم في المبرة ديال المرايه. المهم هذا اللون هذا واحد الصفر اللي غزال، هذا تقريبا نفسه الصفر انا اللي لابسه هنا في الجلابه. المهم غادي نوريكم ان شاء الله قبل اللوينات مثلا اللي ديسپونبل فيه. غادي نبداو هنايا العشاق الكري او الرمادي اللي بارد بارد. شوفوا ليا هذا الموديل هذا كي داير. المهم هنا اول حاجه شوفوا ليا الكميمات كي كيجيو متروزين هكا من جوج جهات ومنبتين، كميمات هكا كيجيو مقبوطين. وهاد الرشمه هذه كتجي هكا كلها 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 كتجي هابطه وكتبقى غدا وكتعرض لتحت. المهم ها نتوما كيفاش كتجي مخدومه لتحت. ماما قبلوا لي على هذه الاضاءه هذه مع الجو، ما عرفتش واش مشمش ولا مغمم. المهم هذا الجو عندنا غريب. المهم هنايا كتجي هكا في الصدر ديالها، في الظهر ديالها زعما كيجي هكا حتى هو هكا كيجيو هاد سميتو. غادي ندوز ان شاء الله نشارك معكم اللون الثاني واللي هو القصبي. هذا فيه جوج، هذا اللون هذا فيه تقريبا جوج، حتى هو نفس ستيل. المهم هذا القصبي هذا اللي بارد حتى هو كيجي هكا، تا هو نفس ستيل تا هو. القصبي هذا زوين. وغادي ندوزو النواغ، العشاق النواغ. هذا هو الموديل. المهم في النواغ راه غادي يبان لكم كثر. المهم كيجي هكا هابط هاد الزواقه هكا تا لتحت، والكميمات هكا، والظهر هكا، وصافي كيجي هكاك مرشوش. المهم هاد النواغ وفيهم اللون الاخر اللي هو الغوز بيبي، العشاق الغوز بيبي كيجي حتى هو هكا حتى هو زوين. دابا ان شاء الله غادي ندوز نبارطاجي معكم هاد جوج لبسات لي في لي مانكان. غادي نبداو بهذا الموديل هذا اللي كما قلت لكم عندي فيه اللوينات اللي بارطاجيت معكم. كيجي هكا ملبوس، كيجي فيه داك الكول في هكاك، ولكن كيجي مجموع ماشي داك اللي محلول معيق. ونضيم ما هكا كيجي كله 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 نازل حتى لتحت. انا صراحه عجبتني بزاف هاد المبرة هادي. وهنايا خلاص كما شفتوا معايا الكتيفات والظهر ديالو. ندوزو للعروسه اللي حداها اللي لابسه لنا هاد القفيطين هذا خضر. هذا حتى هو كيجي زوين، سورتو هكا ان شاء الله شي وحده اللي عندها خطوبه، عندها شي حنه ولا شي حاجه. كما نعرفوا اللوينات اللي معروفين عندنا في المغرب واللي هو الابيض الخضر، كيجي هكا دايره مضمه وكيجي كله نازل حتى هو هكاك بديك السليته حتى لتحت. بيان سور ما غاديش نساو الظهر، الظهر حتى هو اللي ماشي جا خاوي، جات فيه حتى هو ديك الطرزه هكاك صافي. والمضمه ديالو كيجيك هكاك نازل كله هكاك سامبل لتحت. هنايا عاوتاني شوفوا ليا الزاز، زدت لبست لكم هاد جوج قفيطنات هادو خصوصا لعشاق الالوان هكا اللي بارده والالوان باستيل. المهم هذا خلاص شفنا مع بعضياتنا اللون صفيفر او المسكي ديالو، هذا هو الغوز بيبي. صراحه اللوينات ديال هاد الديزاين هذا كلهم فنين. شو تبارك الله كيفاش كيجيو غزالين اللبسه ديالهم الاناقه. وهذا هو البيض، البيض القفيطه البيض اللي وريتكم. هذا بالنسبه لهاد لاطي هذا الاس يعني سمول، هذا يقدروا يلبسوه الاكس اس والاس، ويقدروا صراحه يلبسوه حتى الام. المهم كما تشوفوا تبارك الله الموديل ديالو غزال،
كيجي حتى هو هكا بالمضمه ديالو اللي مطروزه ومنبته، وهذا كيقدروا يلبسوه الاس والام ويقدروا يلبسوه حتى الال. غادي ندوزو ان شاء الله نهضروا على العشاق الازرق. ويمكن هاد الموبرا هادي شويه تبان لكم، يبدا يبان لكم الاختلاف. هادي موبرا اللي شويه سخيخنه، يعني ماشي هذيك الموبرا اللي بارده ولكن خفيفه في نفس الوقت. ويمكن يجي هاد الزرق هكا كتجي فيها الرشمه، هنايا كتجي فيه هاد الخرطه، كتسمى الخرطه ما عرفتش المهم هكا كتجي باش هنايا فين كيجي الحزام، وكيجيو الكميمات ديالو بحال هكا. هنايا لتحت غادي نوريكم فيه واحد الفصاله واعره، واحد الفصاله هذاك كلوش يعني كيجي بحال واحد لاغوب. هاد القفطان مفصل على شكل غوب، كتجي هكا كتبقى غادا غادا وكتعرض، عرفتي من التحت كيجي واعر الستيل ديالو. ممكن يجي كلوش، وهنايا الظهر كتجي فيه هاد الزواقه هكا، وخلاص الكميمات راه كما تشوفوهم يجيو بحال هكا. ومن اللور كيجيو واعر. انا بغيتكم تشوفوا لي العرض اللي هاز هاد الثوب هذا، ها نتوما شحال عريض عريض كيجي زوين. مهم غادي نمشيو دابا الى لون، شاركت معكم هذاك. هذا شفتوه في المانكه، كاين هاد اللون هذا النيود العشاق هاد اللون وحصل لينا هنا. مهم هاد النيود هذا تا هو مخدوم في هاد الموبرا هادي، كيجي الكويمات هذا كيجي بالحق تخواكا، هنا كيجي مرشوش كله بهاد الطرزه وهاد النبات هكا. وكتجي داير ها شوفوا العماره اللي كتجي فيه لتحت، السيل ديالو واعر واعر، وكيجي بهاد الكابلاج هكا باش مقسوم. وبالظهر كتجي فيه نيتا هو هاد الطريزه هكا. هنايا لبس عاوتاني العريسات ديالنا قفيت ناس اخرين. المهم غادي نبدا لكم بهاد الزرق هذا اللي قلت لكم، حتى كيتلبس عاد كيبان. المهم هانتوما كيفاش كيبان من الواجهه، ولكن اهم حاجه اللي صراحه زوينه فيه واللي هي الفصاله اللي كتجي هكاك من التحت، كيجي هكا بحال واحد لاغوب، عرفتي في اللبسه كيجي كيحمق. وهنايا هادو هما الطريزات، دابا عاد جاو باينين كثر، والكميمات كيجيو شادين هكذا حتى كنوصلوا للظهر اللي تا هو كتجي فيه هذيك الطريزه حتى هي مرشوشه. عاوتاني هنا لي مانكان بدلت اليوم ان شاء الله، تنقلب لكم كاميرا ونوريكم هاد القفطنات هادو. تقريبا كاع القفاطن كنظن شاركتهم معكم، بقى غير هذا قصبي بارد اللي كيجي شويه سامبل. هذا كيقدر يتلبس هكا ولا بلا محزام، ولا تقدروا ديروه هكا شي حزام اللي يكون خفيف. المهم كيجي هكا الصدر ديالو كله كيجي عامر، والكميمات كيجيو بحال هكا. المهم هانتوما ستيلت الكمام، وخلاص الظهر ديالو كيجي فيه غير هكا بحال واحد المثلث دايز هكا، وكيجي من التحت خاوي ومن اللور خاوي هكا. المهم اللي كيعجبها داكشي سامبل، راه مازال ان شاء الله غادي ندخل لكم موديلات اللي غادي يكونوا سامبل. عاوتاني ربما ان شاء الله ملي نقرب رمضان لا طول الله في العمر، يقدروا يكونوا قفيطنات وقميصات ديال الدار وداكشي ان شاء الله. المهم غادي نرجع نجاوبكم على هذه اللي كتسولوا عليها بزاف، هاد الجلابه هادي واش انتصار عندك والانتصار زعما واش كتجيبيهم. هادو نورمالمون ما كنجيبهمش، يعني يقدروا يكونوا سوغ كوموند. مثلا عجباتك نقدر مثلا تصيفط لي عبارك ولا شي حاجه ونكوموندي لك من المغرب اللون اللي بغيتي، حيت كيكون فيهم كاع الالوان كيجيو زوينين. هادو كيتسماو جلابات تاع شواروفسكي، كيجيو سوا مخدومين براندا ولا خدمه المعلم. مثلا هادي مخدومه باليد. المهم كل وحده راه كتمشي ديك الساعه على ستيل اللي كتبغي، كيجيو سامبل هكا بالقبيب. وهذا ان شاء الله كما كنقول لكم ما شاء الله كاين اقبال كبير على الجلابات اللي كندخل، فهكاك علاش وليت غادا بلا ليست. حيت شي وحدين كيجيو كيقول لي باقي الجلالب، تبارك الله راه ما كيبقاوش، لان كنبقى غادا محتارمه لا ليست كما نقولوا فيرست كام فيرست سيرف، يعني اللي كتسبق هي الاولى كنقيد سميتها والنيميرو ديال التليفون ديالها، وملي كتوصلني السلعه كنبقى غادا هكا بلا ليست باش يكون حقاني، يعني اللي جات هضرات معايا الاولى وكوموندات الاولى راه هي اللي كنتصل بها الاولى باش كتاخذ الجليبه ديالها. المهم غادي ندوز دابا نقلب لكم كاميرا باش تشوفوا هذا القفيطنات هادو. غادي نجيو ان شاء الله نبداو بهاد النواغ هادي. هاد النواغ هادي كتجي كلها عامره من القدام، لان الكتفات واللور الظهر وداكشي كله مخاوي، يعني كله سامبل. هذاك تنبات جاجه مع غير القدام. المهم كتجي هكا، وهذيك هاد الطرزه الكبيره كتجي شاده حتى على لي هونج مع هاد لي مانكادور رقاق ما جاتش زعما باين الموديل ديالها كيف ما خاصو يبان. مي مهم قادر الغرض، ايوا نتوما تشوفوا راه غادي تبان لكم الفكره ديالهم كيفاش دايرين. وخلاص الكميمات كيجيو هكاك 3 كار. غادي نجيو ندوزو لهاد البوردو هادي.
هذه هي اللي كنت وريتكم في الاول. المهم بغيت نلبسها باش تشوفوها حتى كيفاش كتجي في اللبسه. صراحه كتجي غزاله صراحه. قفيطنات كيشطات جليبات داكشي راه حتى كيتلبسوا عاد كيعطيو القيمه ديالهم. اوف هذا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكون دوزتوا معايا وقيته زوينه خفيفه ظريفه وعجبوكم القفيطنات اكيد اللي بارطاجيتهم معاكم. وكما قلت لكم اللي كتبغي شي حاجه راه من الاحسن تواصل معايا فعبر الانستغرام ايميل او الفيسبوك اللي كنخليهم لكم دائما. الصفحات ديالي والمواقع ديالي في صندوق الوصف وفي اول تعليق ان شاء الله. تهلاو فراسكم، امسيه طيبه، باي باي.